الحقيقة وراء كلية الطب. عايز اجيب للعيال امتحان اجيب لهم امساك وسهل في نفس الوقت. وعميد كليات طب بشري ورئيس جامعات مصر كلها يا باشا. قصر يا وديع. جاب لك بقى المواد يا باشا حاجه جامده التنين. اعلان للطلبه اللي داخلين كليه طب بشري واللي هيتخرجوا منها. اعلانين في اعلان واحد يا باشا. حاجه كده عامله زي ملحمه انسانيه. وجايب لك بقى يا باشا حته مزيكا علشان تعيش مع الاعلان. يلا يا اساتذه ادخل يا ابني انت اهو. ايه باشا؟ هو الاعلان ده مفهوش تاريخ ولا ايه يا ودي؟ عيوني يا باشا، بس انت فاهم احنا في كلية طب بشري. سمعني. انا ابراهيم جبت 99% في ثانوية عامة ودخلت كلية طب بشري. انا وائل جبت 80% في الثانوية العامة ودخلت كلية تجارة. سقطت 3 سنين لان الكليه صعبه. اتخرجت بعد 10 سنين. خلصت بعد 4 سنين. ولبست 3 سنين جيش. وخدت اعفاء من الجيش. وقعدت في وحده صحيه جنب الزريبه ب 288 جنيه. باخد بدل عدوى 19 جنيه. البومك. بشتغل في بنك اجنبي وبقبض 4000 جنيه ده غير بدل العدوى 400 جنيه. وبتضرب من بلطجيه في المستشفيات. معايا فيلتي وشاليه وعربيتي. متجوز 2. اوبا. ومخلف بنتين. معيش فلوس اتجوز. معيش. بس ايه يا باشا؟ ايه يا وديع؟ عايز تعقد العيال؟ قول لي اعمل ده او ده او ده. عايز تعقدهم قوي بقى؟ خد ده. استاذ يلا يا استاذ. يلا يا استاذ. يلا يا دكتور. يلا يلا يلا. في السنه اللي جبنا فيها 99% في الثانويه العامه ورفضنا كليه التجاره دخلنا طب بشري ولبسنا كلنا كليات معاهد مصر كلها ام الطب البشري.